خلف قضبان هذا السجن في إزمير سيمضي القس الأمريكي أندرو برونسون فترة أخرى. قرار المحكمة التركية بتمديد حبسه جاء مخيباً لآمال محاميه. للأسف لم يتم الإفراج عن موكلنا في هذه الجلسة اللاشرعية مستمرة. القس برونسون يحاكم بتهمتين: دعم جماعة فتح الله جولين المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، ودعم حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا. تهم ترفضها السلطات الأمريكية التي تطالب بالإفراج عنه. لقد خاب أملنا في نتائج هذه الجلسة. لقد قرأت لائحة الاتهام وحضرت جلسات الاستماع الثلاث. لا أعتقد أن هناك أي مؤشر على أن القس برونسون مذنب بأي نوع من النشاط الإجرامي أو الإرهابي. من جهته طالب دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن برونسون، وقال في تغريدة على تويتر: من العار ألا تفرج تركيا عن القس الأمريكي. لكن سبق وأن أشار أردوغان إلى أن بلاده قد تفرج عن برونسون في حال سلمت واشنطن فتح الله جولين. وفي حال إدانته يواجه القس برونسون حكما بالسجن يصل إلى 35 عاماً.